ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، أهلا بحضرتك، ودعنا نبدأ من ما أعلنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيادة في المرتبات من أول أبريل، وكذلك 15% الخاصة بالمعاشات والتأثير الاقتصادي للمواطنين من خلال هذه الزيادة. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين. نحن بصدد أخبار رئاسية سعيدة في الحقيقة استقبلها المواطن المصري بكل سعادة، لأنها بالتأكيد تخفف من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتأكيد نحن نتحدث عن حزمة في غاية الأهمية، سواء لها علاقة بزيادة المرتبات أو الحد الأدنى للمرتبات أو فيما يتعلق طبعا بالمعاشات، وأيضا زيادة الحد الأدنى الخاص يعني الإعفاء الضريبي، وبالتالي مجموعة مهمة جدا بتأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف أعباء يعني الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري. يمكن شاهدنا من قبل أيضا مجموعة من القرارات أيضا أصدرها السيد الرئيس مع بداية هذه الأزمة، أيضا كانت لها علاقة بالزيادة المبكرة في المرتبات والزيادة المبكرة في المعاشات من قبل، وبالتالي هناك متابعة من القيادة السياسية المصرية طوال الوقت لتبعات هذه الأزمة على حياة المواطن المصري. نعم هناك تأثر، وهذا ما حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على يعني الحديث فيه بكل وضوح وشفافية للمواطن المصري. نحن في قلب العالم، نحن نتأثر مثلنا مثل كافة دول العالم، بل أنا أعتقد أن مصر أيضا كأحد الشرايين الملاحية الأهم في التجارة العالمية أيضا يعني بيجعل هذا أيضا لا ربما تأثر نوعي في هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، رغم حفاظ مصر على ثباتها الاقتصادي وقدراتها الاقتصادية في الحقيقة، وهذا تحدي كبير جدا قامت به الدولة المصرية. ولكن نحن نواجه أزمة عالمية، ولكن الدولة المصرية تستطيع بأن بهذه التدابير سواء التي لها علاقة باتساع مظلات الحماية الاجتماعية زي ما شفنا تكافل وكرامة واتساع عدد المنضمين لتكافل وكرامة، بنشوف الإجراءات التي تحدث للعمالة غير منتظمة، بنشوف التموين وما يحدث في منظومة التموين من تطوير طوال الوقت، بنشوف أيضا الآن حزم لها علاقة بزيادة المرتبات والمعاشات. إذا نحن نتحدث عن إرادة سياسية طوال الوقت بتعصم المواطن المصري من تبعات الأزمات العالمية، ويمكن ده في الحقيقة ليست الشاهدة الأولى في يعني الفترة الماضية، ولكن حتى إبان جائحة كورونا رأينا الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية بتتخذ مثل هذه التدابير لحماية المواطن المصري من تبعات الاقتصادية لجائحة كورونا. وبالتالي هذا نهج في الحقيقة بنراه بعد عام 2014، أن الدولة المصرية بتحاول تخفيف تبعات اي نوع من انواع الاضرار الاقتصاديه الناجمه عن الازمات العالميه على المواطن المصري. ولكن ايضا هنا يجب ان ننظر في دورنا كمجتمع، ودورنا كمجتمع مدني، وان نستمر في الدور المجتمعي ايضا حتى نستطيع ان نستفيد من هذه الحزم التي اعتقد ان هي في غايه الاهميه، والقرارات التي في غايه الاهميه ايضا بتستوجب ان يكون هناك وعي وادراك بطبيعه المرحله. عشان كده وجدنا في حديث السيد الرئيس اليوم بجانب هذه القرارات حديث عن الوعي والإدراك وأهمية فهم طبيعة المرحلة وطبيعة التحديات وقدرتنا على تخطي هذه التحديات. نعم أستاذ جمال، يعني حينما نتحدث عن اليوم والمنيا الجديدة، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جميع مشروعات التنمية هدفها الأساسي هو المواطن المصري في كل مكان، وأنه أبدا مصر لا تنسى أهالي الصعيد والريف، ونحن نرى هذا الإنجاز في المنيا الجديدة. يعني الحقيقة أن الصورة لا تحتاج الحديث عنها، لكنها تؤكد ما أكد عليه سيادة الرئيس. الصورة تؤكد فكرة التنمية العادلة، فكرة التوزيع العادل للتنمية المستدامة. لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية نجد تنمية ذات توزيع جغرافي عادل. في العقود الماضية كنا فقط نرى تنمية في القاهرة الكبرى، في الإسكندرية، يعني في بعض النقاط الجغرافية، ولكن يعني الصعيد للأسف همش العقود، أهدر حقوقه في التنمية المستدامة للعقود. عشان كده كنا بنلاقي الهجرة الداخلية من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية كانت بكثافة، لأن كان لا يوجد فرص عمل، لا يوجد بنية تحتية، لا يوجد الكثير من مقومات الحياة التي تجعل هناك حياة كريمة حقيقية في الصعيد. ولكن الآن الأمور تبدلت تماما، نحن نتحدث عن تنمية عادلة، بنتحدث عن أكثر من تريليون ونص جنيه مصري حجم الاستثمارات الحكومية في صعيد مصر. بنتكلم على أسبوع صعيد شفنا فيه الكثير والكثير من الإنجازات، شفنا سوهاج منذ أسابيع، بنشوف الآن المنيا
بنشوف جامعات، بنشوف مشروعات قوميه عملاقه، بنشوف ايضا مستثمر اجنبي ايضا اصبح يرى في الصعيد الان مجالا راح للاستثمار. عشان كده في بني سويف الان بنتكلم عن مصانع عالميه وكبرى جدا موجوده مثلا في بني سويف. اذا نحن نتحدث عن بنيه تحتيه حقيقيه وحياه كريمه حقيقيه وتنميه عادله تصل الى كافه ربوع الدوله المصريه، والصعيد الان وضع على خريطه التنميه. انا اعتقد مش بس في الداخل المصري، ولكن وصول التنميه بهذا القدر وبهذا الحجم داخل الصعيد بيضع الصعيد ايضا كنقطه ارتكاز في التنميه الاقليميه، لان لا ننسى ان الصعيد هو بوابه يعني مصر ناحيه افريقيا، وبالتالي ايضا هو بيسهل حتى مشروعات قاريه مصر شغاله عليها زي طريق القاهره كيب تاون او اسكندريه فيكتوريا وغيرها من المشروعات القاريه. وبالتالي احنا نتحدث هنا عن تنميه عادله. اهل الصعيد الان لديهم فرص العمل، المدن الجديده، يعني ايضا البنيه التحتيه المؤهله للاستثمار. اذا احنا نتحدث عن مقومات الحياه الحقيقيه ايضا، هذا بجانب حياه كريمه بقى التي بدلت الصورة وغيرت الصورة في القرى وفي النجوع وجعلت هناك بالفعل حياة كريمة داخل هذه القرى. نعم أستاذ جمال، بمناسبة حياة كريمة ويعني الفئات الأكثر احتياجا، يعني وجه الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، وده الحقيقة اعتبارا من أول أبريل المقبل. هذه الفئة والتي كانت تعاني في الفترة الماضية وتم الالتفات إليها كذا، هي توضع أيضا في اعتبارات الدولة مع المرتبات والمعاشات. يمكن تكافل وكرامة أحد المنجزات المهمة على صعيد المظلات التأمينية، وحل كان مهما وكان يعني نحتاج أو كنا نحتاج إليه، لأن نحن في ظل إعادة هيكلة منظومة الدعم وفي أيضا ظل إصلاح اقتصادي قامت به الدولة المصرية، أوجدت الدولة مظلة تكافل وكرامة لتكون أيضا مظلة تعصم المواطن محدود الدخل من تبعات الإصلاح الاقتصادي أو حتى ما يتعلق بأمور أخرى. وبالتالي هي مظلة الآن بتتسع، بتضم عدد كبير جدا من المواطنين طوال الوقت، وأيضا هناك زيادة دورية بيحرص عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زيادة المرتبات وزيادة المعاشات في تكافل وكرامة، حتى يحظى يعني المستفيدين من تكافل وكرامة بنفس الميزة النسبية ويكون لديهم القدرة على الحياة الكريمة. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، كنت معنا عبر الهاتف.